بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا إن عاجزون عن وصف حبنا لك، وإن قاصدون وجهك حتى تقربنا منك يا ربنا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان على حدود الله. مش ناخذ بحول الله تعالى الجزء الأخير من آية 6 والآيات التي تليها من سورة المائدة لطاب السلم. قل ربي، بعد ما يتحدث عن التيمم سبحانه وتعالى، يريد الله ليجعل عليكم ما يريد، ما يريد، ما هنا نافية، اتهنى واطمأن، يعني الدين ذي لا حرج فيه، كم لا حرج لا على الأعرج ولا المريض، لا حرج على الأمة كلها، ما يريد. إذا كان كلبك فإرادة خير، إرادة خيرة فيها صلاحك في الدنيا والآخرة وما بينهم أثناء الحياة البرزخية. نبي اسميك، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أوكون شارج لتنبوزي لا بار د الله سور لي فري كروي سور لي فيي بيو لي جون دو لا ديفوش. يريد، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن أو هنا قلت بعد ما يقول ولكن صدرات، يريد ليطهركم أي من كل سطحيات ومن كل تلاعبات ومن كل كل ما هو سقطية. ولو واحد يتسقط وفي معاد التونسي عموما عبر التاريخ يتسقط إلا من رحم ربنا. أعطينا وقتاش التوانسة في العموم مسلمين حق مش كلام، مسلمين قولوا فعل. أعطينا وقتاش متى ازدهرت الحضارة الإسلامية في تونس، حضارة الثياب، حضارة البنيان، حضارة الكلام، حضارة المشي والجي واستعراضات العضلات واستعراض المفاتن اللانساء. ايه عندكم تقولوا بالوقاحة وبالذرع، اما نقول لكم راهي المسألة مش تستمر. اللي يراود التطهير الالهي من لمك نفسه، هاك تشوفوا حين غاب التطهير حضر الضرب الالهي، يهزلكم سياراتكم كما وقع في صفاقس في الماضي، وتو كما وقع في الأئمة هذه في الحمامات وغيره. وننشر لكم ونحذركم، أراو عندكم طبع يهودي في بعض أسماء، كيف حمامات، ليس جمع حمام، بل المقصود ممن سماها أولا على ما يبدو حمى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجمل به من يقول محمد عليه السلام. أو عندك حتى ألقاب توا في تونس حمق، وأسماء حمق، وكيف تطو وغيره، راه يقولوا حما مات، أي محمد مات وما خلى كلب مات. محمد عليه الصلاة والسلام عند الرفيق الأعلى هو أول الشهداء لوجه الله تعالى، وشهداء لنا أو علينا وعلى أعدائنا. وتحبوا لا تكروا حمى ما ماتش، ولهذه حمى مات. أنا أقول لكم ابعدوا على التسمية هذه المكلسة، ولو جو من اسم هكا نظيف ما يحتملش التأويلات الفارغة. كما قلنا لكم أنتم في الخزيق لعينيكم تو هذا لحد الآن، وأنتم تحيوا في علم مجرد قماش، وتقولوا إذا الشعب أراد فلا بد أن يستجيب القدر. يا ودي مشكك تصلح علاقتك بربي، الراية تبقى راية، أما تختار بيضة ولا حمرة ولا خضرة ولا كحلة، أمور ثانوية. وثم إيش معنى لخي العلم هو بما كان الله، ثم تزيد وتغرقه ما لا يستجيب القدر حين الشعوب ترى تريد تريق على متخ. وانتم غلبت عليكم القردية، اتقردوا غيركم
حنا نقولكم باش تكونوا مسلمين ابعدوا على القرادة والخنازير، لأن هذه ملتصقة باليهود اللي هما أهل الجيف أو كلمة جويف. أنا تنبك إلى مروا بما مرحلة الجيف، وأنتم ما زلتوا تغلو فيهم، ما زلتوا تتراجعوا منهم الخير، وولي كيف يجيكم ويوعدوكم بأمواج وأمواج من الناس الطيبين، الناس من الجيش يلوجوا على عواركم، أي عواركم متخلع، لكن زيدوا بك الضحك وبك التبطيب وبك المال شوية رش وشان فتات حرام. انتم تعموا وتصبروا، التقسيط الوتلة كل شيء يا ولدي مش هكا اسلام. ارفعوا مستواكم، تلزم المتدينين فيكم اغلبهم الى حالهم تعب، يشرب الماء كانه صاي قدامه كان العطش والموت. يا ولدي انت وقتك قاعد تنشط بس تبلغ ان انت رافض ان يمحى الاسلام لهذه الديار. لك أجرك إن شاء الله إن صدقت نيتك وكان فعلك مش للمراءات ولكن في سبيل الله. أما التمثيليات يرينها في شوارع صفاقس قليل ما هم صادقين، والبقية ذكور وإناث والعياذ بالله، لا صلتهم بالإسلام خاطر المورال تاعهم طايح، حالتهم تعبة وليس تعب في الإسلام بل جهاد ومجاهدة. اصبروا وصابروا، نسأل الله أن يغير حالنا إلى الأحسن. فيا أما تونس خير رباني وبركة تزداد بركتها من طرف المبارك سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين.